أعزائي طلبة وطالبات الثانوية العامة، أهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج مدرس على الهوا. مساء الخير على كل طلابنا الأعزاء، مساء الخير على كل مدرسي اللغة العربية على مستوى الجمهورية اللي يتابعونا، واللي إحنا كالعادة مستنيين كل ملاحظاتهم حتى نرتقي بالبرنامج وندنو من الكمال. النهاردة يكون في ضيافتنا مستر عمرو جويش. مساء الخير يا مستر. مساء النور على حضرتك وعلى كل طلاب مصر وعلى كل معلمي اللغة العربية في مصر المحروسة. شرفتنا ومشرفنا كالعادة. هتكلمنا عن ايه النهاردة؟ النهاردة ان شاء الله عندنا فرع الأدب ومتعة اللغة العربية. جميل. ان شاء الله رب العالمين في النظام الجديد الذي يقوم على الفهم. جميل. نكرر الفهم ثم الفهم ثم الفهم. حلقة موفقة ان شاء الله. ان شاء الله. اتفضل حبيبي. طبعا طلاب الثانوية العامة، احنا عندنا السنة دي في الأدب بتاعنا حاجة اسمها المدارس الشعرية. تعالوا بس الأول ناخد كده مدخل لأدب الثانوية العامة. أدب الصف الثالث الثانوي هو الأدب في العصر الحديث. كلمة أدب بتشمل حاجتين، شعر ونثر. احنا النهارده هنعمل مدخل سريع ايه حكايه الشعر في العصر الحديث، وبعدين هناخد بقى ان شاء الله اول درس معانا في الثانويه الايه العامه. جميل. هرجع بيكم لورا شويه تاريخيا، ايام ما كانت مصر خاضعه للاحتلال العثماني. لما جه العثمانيين مصر نقدر نقول ان هم فرغوا مصر من الثقافة، فأغلقوا الكتاتيب اللي كانت بتعلم في الوقت ده، ومعظم الكتب اللي هي أمهات الكتب اللي كان مليانة ثقافة وعلم ودوها إلى الأستانة اللي هي كانت عاصمة الدولة التركية أو الخلافة العثمانية في ذلك الوقت. مش بس كده، ده هم اصطفوا كمان العلماء والأدباء والشعراء اللي هم النوابغ في كل مجال من المجالات ويصفروهم خارج مصر. مصر عاشت فترة ثقافية رديئة جدا وضعيفة جدا، ودي سببت يا أولاد موت للشعر العربي أو للغة العربية، خصوصا بعد كمان محلة اللغة التركية لغة رسمية. فكل ده أثر وخلى اللغة العربية لغة شبه ميتة في ذلك الإيه في ذلك الوقت، لغاية لما جه شخص. الشخص ده كان له مكانة كبيرة جدا حتى في المكانة الحربية، لأنه كان وزير الحربية، اسمه محمود سامي البارودي. ناخد بالنا بقى، محمود سامي البارودي. محمود سامي البارودي صعب عليه حال اللغة العربية وحال الشعر العربي، خصوصا لو كان اهتم باللغة العربية، وسافر على فكرة من احد الذين سافروا الى تركيا، واخذ على عاتقه ان يقرأ لشعر القدماء. يعني محمود سامي البارودي بدأ، لا يعني اللغة العربية مش معقول توصل لهذا المستوى الضحل، وهي لغة قوية جدا. فمحمود سامي البارودي بدأ يفكر ازاي ارجع اللغة العربية الى قوتها، فبدأ يشوف القدماء، ونحط مليون خط تحت هذه الكلمة، بيعملوا ايه، وهو كمان قرأ لهم وتأثر بيهم. فلما يجي محمود سامي البارودي يبدأ يكتب شعر وتظهر عنده الموهبة، نلاقيه بشكل كبير جدا اتأثر غصب عنه أو بإرادته، اتأثر بأسلوب مين؟ القدماء. لكن يحسب للبارودي إنه بدأ يرجع للغة العربية وللشعر العربي الحياة من جديد، وبدأ يرجع للغة العربية والشعر العربي القوة والرونق من جديد، حتى وإن قلد أو حتى وإن صار على نهج من؟ القدماء. لذلك الشعر في العصر الحديث، واحنا النهارده مش هنتكلم عن النثر، هنلاقي فيه ثلاث اتجاهات. اول اتجاه اللي بيمثله هذا الرائد محمود سامي البارودي
اسمه الاتجاه الكلاسيكي، او بين قوسين الاتجاه الاتباعي. الكلام ده مش في الكتب، الكلام ده مش في الكتب، يعني الكلام ده عشان نفهم لازم يركزوا معايا. تمام. فالاتجاه الكلاسيكي او الاتجاه الاتباعي، ليه تسمى كلاسيكي؟ كلمة كلاسيك باللغة الاجنبية يعني قديم، ولان محمود سامي البارودي كان في شعره متأثر بالقدماء، عشان كده قلنا هو اتجاه ايه؟ كلاسيكي. وبالتالي نقدر نقول هل محمود سامي البارودي ابدع ام اتبع؟ اتبع. عشان كده بنقول اتجاه ايه؟ الاتباعي. الاتباعي. قوم تتسمى المدرسة دي اللي هي بقى اللي عملها البارودي، مش مدرسة يعني فصول ومقاعد وطلبة، لا، مدرسة يعني اتجاه. اتجاه، كل اللي بيمشي مع هذا الاتجاه يخش جوه المدرسة دي. يعني يجي عمرو يقول قصيدة دلوقتي بعد مئات السنين على نهج القدماء يخش تبع الاتجاه الايه؟ الكلاسيكي. الكلاسيكي. فقوم اتسمت المدرسة دي ايه بقى؟ اللي هي نقدر نقول مجموعة من الشعراء تجمعهم خصائص مشتركة، اتسمت الإحياء والبعث. اتسمت ايه؟ الإحياء والبعث. تقدر تقول لي يا مستر أحمد ليه اتسمت المدرسة الإحياء والبعث؟ من اللي أنا قلته؟ يعني هي بتدرس اللي هو المرتبط بالقدماء يعني. بس؟ ولا احنا قلنا اللغة العربية والشعر العربي كان وصل إلى حالة من الإيه؟ الركود. الركود والموت. فجاء محمود سامي البارودي يعمل عملية إحياء وبعث من جديد للغة العربية وللشعر العربي. تمام. عشان كده المدرسة دي كل أسمائها مرتبطة باللي احنا بنقوله. سواء الكلاسيكي، سواء الاتباعي، أو سواء الإحياء والإيه؟ والبعث. والبعث. نيجي بقى نقسم الاتجاه ده، خلي بالكوا عشان نفهم، لنصين. اتجاه كلاسيكي، كلاسيكي كلاسيكي يعني صرف. تمام. وده يمثله محمود سامي الايه؟ البارودي. محمود سامي البارودي لما يجي يا اولاد يحط بصمته القويه ويعيد للشعر رونقه، مؤكد ان فيه مجموعه من الاشخاص والافراد هيكون عندهم الموهبه فيتعلموا من هذا الاستاذ. اللي هم تلاميذ البارودي، ما اتعلموا منه. هو فتح السكه، هو رجع لهم الشعر العربي بعد ما مات وبعث فيه الحياه. فبدا يجي بقى تلاميذ للبارودي، زي مين؟ احمد شوقي. زي مين؟ حافظ ابراهيم. الاسماء دي كلها انتوا سمعتوها قبل كده. زي مين؟ زي احمد محرم. هذه الاسماء هتعمل زي البارودي، تلامذته بقى يعني تلميذي، لكن مع التقليد، مع اللي هم هيمشوا في القديم هيجددوا. عشان كده تنقسم المدرسة دي إلى قسمين. المدرسة الكلاسيكية، أهو، المدرسة الإيه؟ كلاسيكية. والمدرسة الكلاسيكية الجديدة. الكلاسيكية الإيه؟ الجديدة. إيه يعني كلاسيكي جديد ده؟ يعني هو مشي في القديم وعلى نهج القدماء. يعني ارجع بقى كده لعصور القدماء اللي انا اقصدها ايه هنا؟ العصر الجاهلي، وعصر صدر الاسلام، والعصر الاموي، والعصر العباسي. ما هذه العصور القديمة التي كانت اللغة العربية والشعر العربي في قمة ازدهاره في ذلك الوقت. هو ده اللي نقصده بالاتجاه الكلاسيكي. ما هو البارودي قال للدول، نقصد بالقدماء، كويس اللي انا قلتها، هؤلاء، او البارودي قلد هؤلاء القدماء اللي هو العصر الجاهلي، شعراء العصر الجاهلي والعصر صدر الاسلام وهكذا. الكلاسيكيه الجديده بقى دي تلاميذ البارودي واشهرهم احمد شوقي اللي مقرر علينا، وهو والشاعر احمد محرم. الشاعرين دولت وغيرهم اتوفرت لهم ظروف فجددوا مع القديم، عشان كده اسمها المدرسه الايه؟ الكلاسيكيه الجديده. سؤال قبل ما نبدا في المدرسه دي، هل تلاميذ البارودي جددوا بشكل كلي؟ هل تلاميذ البارودي في الشعر جددوا بشكل كلي؟ هل تلاميذ البارودي حافظوا على القديم بشكل كلي؟ لا. تمام. هم عملوا الاثنين. اذا تلاميذ البارودي لم يتخلوا عن القديم ولم يجددوا بشكل كامل، انما عملوا الموازنه، عملوا الموائمة،
عملوا الملائمة ما بين اتجاهين اللي هم ياخدوا من الماضي واللي هم يطور في يطوروا ويجددوا. عشان كده اسمها المدرسة الايه؟ كلاسيكية جديدة. هيجي بعد كده اتجاه اسمه الاتجاه الوجداني. اسمه ايه؟ الاتجاه الوجداني او الاتجاه الرومانتيكي. الاتجاه ده هينشأ ليه؟ هنشوف بنديهم بقى الشعر كله اهو دفعة واحدة. الاتجاه ده هينشأ ليه؟ لأن رواد هذا الاتجاه وأولهم الأب الروحي، الأب الروحي للاتجاه الوجداني اللي الشعر فيه تعبير عن الوجدان وتعبير عن الذات وتعبير عن المشاعر. الأب الروحي للاتجاه ده اسمه مطران. اسمه ايه؟ مطران. مطران مش هيعجبه، وده مطران الشاعر اللبناني اللي احنا بنتكلم على الشعر في العصر الحديث، احنا مش بنتكلم على مصر، ده احنا بنتكلم على كل الدول الايه؟ العربية. العربية. فالأب الروحي مطران للاتجاه الوجداني مش هيعجبه الاتجاه الكلاسيكي اللي مشي في القديم، فلغى الشاعر نفسه. مجرد تقليد بس. لغى الشاعر نفسه، لغى الموضوع الواحد، يعني القدماء كانوا في قصائدهم يعني يتنوعون في الأغراض، القصيدة الواحدة، فمطران قال لا، لازم القصيدة تبقى زي جسم الإنسان، يعني حاجة واحدة تمشي في اتجاه واحد، تمشي في موضوع واحد، يعبر عن ذاته، يعبر عن مشاعره، يتطلع إلى المثل، يتطلع إلى الأمال، كل ده حاجات تطلع عليها مطران. عشان كده عمل اتجاه تاني. أنا بس اللي زعلان منه كعمرو بسجل زعلي إن هذا الاتجاه يعني حلو جميل، والاتجاه ده حلو وجميل، لكن اللي زعلان منه ان هم بدأوا يخبطوا في بعض. يعني يحمد، انا بس بسجل عشان انا بحب اعيش قوي لحظه الادب يعني. تمام. محمود سامي البارودي وان قلد او ان صار على القدماء، وفي بعض الاحيان تفوق عليهم على فكره هو وتلامذته، لكن يحمد ليهم رغم عيوب عندهم في حته الاتباع، يحمد ليهم انهم رجعوا اللغه العربيه او الشعر العربي، رجعوا له الحياه من جديد. ولولا بدأ البارودي ما كانش بقى فيه مطران. تمام. فليه بقى نعمل كتب ونفضل نقول ونحارب؟ طب ما نقول لهم برافو عليكم واحسنتوا، واحنا جايين نكمل في حته تانيه. ليه الحياه ما تبقاش كده؟ مظبوط. ده نموذج من النماذج اللي انا ارشح الادب ابقى زعلان، لاني هذا الاتجاه الوجداني فضل يكسر في الاتجاه الايه؟ الكلاسيكي. طب وليه؟ طيب. ده كلام حلو وده كلام حلو. الاتجاه الوجداني بقى مين اللي مثله؟ الاب الروحي مين؟ مطران. مطران عمل بقى مطران المدرسه، هنا الاحياء والبعث، هنا الكلاسيكيه، عمل مطران مدرسه اسمها ها الرومانتيكيه. الرومانتيكيه. وجي بعد منه شعراء برضو او معاه ما عجبهمش قوي مذاهب مطران او مذهب مطران، فعملوا مدرسه اسمها مدرسه الديوان، بس وجداني برضه. تمام. هو الفرق بس ان مطران شعوره يضغى اكتر، الديوان العقل يضغى اكتر، حاجات بقى واحنا بنشرح هنفهمها. يعني احنا بناخد كل مدرسه هنفهم. وراحت جت مدرسه ثالثه اسمها مدرسه ابولو. طبعا رائد الديوان كانوا ثلاثه مشهورين جدا، العقاد وعبد الرحمن شكري وابراهيم المزني. هم دولت الديوان، دولت اللي جمعوا نفسهم كده وحطوا مذهبهم الشعري في كتاب الديوان. تمام. ابولو ده الرائد بتاعه ابراهيم ناجي وكمان احمد زكي ابو شادي، دي مدرسه ابولو. ولما تتسمى ابولو نسبه لاله النور عند الاغريق تفهم شويه ان المدرسه دي لما نيجي نتكلم فيها انها مدرسه رايحه لالفاظ اجنبيه، لان هم حتى اختاروا الاسم ايه؟ اجنبي. وده يمكن الفرق بينهم وبين الديوان وما بين مطران. التلاته دول بقى، التلات مدارس دول التابعين للاتجاه الوجداني، كلهم انطلقوا من جوه الوطن العربي. تمام. مصر لبنان. كلهم انطلقوا من جوه الايه؟ الوطن العربي، ما عدا مدرسه رابعه تمثل الاتجاه الوجداني، ودي انطلقت من خارج الوطن العربي واسمها المهاجر. واهم روادها ايليا ابو ايه؟ ابو ماضي.
إيليا أبو مضر. طبعا المدرسة دي هم عرب ولكنهم هاجروا إلى الأمريكتين، أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية، نظرا لظروف هناخدها لما نشرح المدرسة، لكن هم هيقولوا شعر عربي. بس الفرق إن الثلاث مدارس دول اتجاه وجداني من جوه الوطن، لكن المهاجر من بره الوطن، ولكنها تبقى اتجاه ايه؟ وجداني. يبقى اذا الاتجاه الكلاسيكي تحته كم مدرسه؟ كلاسيكي مدرسه واحده اللي هي مدرسه الاحياء والبعث. تمام. حتى لو احنا قسمناهم هم بيعتبروهم مدرسه واحده، الكلاسيكيه بتاعه البارودي وتلامذته. لكن الاتجاه الوجداني تحته كم مدرسه؟ ثلاثه. واحد سوري يا مطران. أيوة. مطران واحد، يبقى اربعه، يبقى رومانتيكيه مطران. أه. مدرسه الديوان وابولو والمهاجر، وفي ثلاثه من جوه الوطن العربي. اما المهاجر اتسمت بالاسم ده لان شعرائها هجروا الى الامريكتين. فبنقول انطلقت من خارج الوطن الايه؟ ها العربي، بسمات جديده بخصائص جديده، ولكنها تبقى في ظل وفي حضن الاتجاه الايه؟ الوجداني. الوجداني. نيجي بقى للاتجاه الثالث، اسمه على فكرة نسيت أقول لكم الاتجاه الوجداني اسمه إيه؟ الإبداعي أو الابتداعي. ليه؟ إبداع. هنا كان اتباع، لكن الاتجاه الوجداني إيه؟ الابتداع. ابتداع وإبداع. يبقى الاتجاه الواقعي، وده نشأ ليه؟ وما ترماش في حضن الاتجاه الوجداني، لان دولت قالوا بالنص، قالوا بالنص. وعلى راسهم نازج الملائكه وبدر شاكر السياب وامل دنقل وابراهيم ابو سنه، قالوا بالنص كده الرومانسيه مرض العصر. تمام. ايها الرومانسيون، أيها الرومانسيون، تعالوا عيشوا معنا في الواقع، وديتونا في داهية بأحلامكم وطموحاتكم وأملكم، وسايبين الواقع بمشاكله بحروبه بكل شيء، وانتوا عايشين في رومانسية. لا، احنا شعرنا جايين بمذهب جديد وباتجاه جديد. احنا مش هنعبر عن المشاعر والعواطف، احنا مش هنقلد القدماء، انما احنا هنعبر عن مشاكل عصرنا. تمام. والاحداث التي مرت في هذا العصر. اذا هذا هو المدخل او المدخل لدراسة ادب الصف الثالث الثانوي شعرا، عشان تعرفوا كده اللي مقرر عليكم ست مدارس شعرية. واحد، مدرسة الاحياء والبعث او الكلاسيكية. رقم اثنين، المدرسة الرومانتيكية. رقم ثلاثة، مدرسة الديوان. رقم أربعة، مدرسة أبولو. رقم خمسة، مدرسة المهاجر. رقم ستة، المدرسة الواقعية. ولو خدنا بالنا إن أنا قسمت لكم تقسيمة حلوة عشان ما تنسوش، في اتجاه كلاسيكي، في اتجاه وجداني، في اتجاه إيه؟ واقعي. تعالوا بقى ننطلق إلى أول درس في المقرر، وهو مدرسة الإحياء والبعث أو الكلاسيكية الجديدة. ليه مش هناخد البارودي؟ هم فاهمين لأني خدوه في أولى ثانوي. تمام. فخلاص مش هنعيده تاني. يبقى النهاردة إحنا مركزين في الكلاسيكية أو الكلاسيكية الجديدة اللي روادها تلامذة البارودي، وأشهرهم أحمد شوقي وأحمد محرم. بس أهم نقطة عشان ننطلق للمدرسة، وأول ملحوظة نفهمها، كيف تعلم تلاميذ البارودي من أستاذهم البارودي؟ ما الوسيلة؟ ما الطرق؟ نشوف بقى على الشاشة صفحة واحد. أستاذ المخرج يجيب لنا الصفحة الأولى بعد ذلك. جميل. النظام الجديد، رؤية جديدة، رؤية جديدة، تعليم جديد، تعليم ممتع. أنا مش هحفظ، أنا واقف أهو بحكي معاكم، وبنفهم الادب ماشي ازاي، وخصوصا اللي هيجي زي ما اتفقنا اختيارات من متعدد او صح وغلط. كيف تعلم تلاميذ البارودي من البارودي؟ زي ما ظاهر على الشاشه قصادنا بثلاث طرق.
الطريقة الأولانية المشافهة. يعني إيه المشافهة؟ يعني الأستاذ قدامهم وهم قدامه بيتعلموا، مشافهة. طب يعني إيه المراسلة؟ دي الطريقة التانية، يعني يبعت له واحد من لبنان أو يبعت له واحد من العراق أو يبعت له واحد من السودان، يبعت للبارود رسالة يقول له ويتناقش معاه. فده المراسلة، زي ما أنت كده ممكن تبعت لي على فيسبوك سؤال أو تبعت لي على الواتساب سؤال تقول لي السؤال ده، حتى لو أنت ما شفتنيش أو حتى لو أنا في مكان وأنت في مكان، أنت أصبحت تلميذي بالمراسلة. في كمان كتاب، ده رقم 3، كتاب ده فيه أشعار البارودي، وده مش اللي كتبه البارودي، وناخد بالنا لأني هقول لكم معلومة دلوقتي في السؤال. الكتاب ده اسمه الوسيلة الأدبية، وده جمعه أديب أو جمعه راجل عالم كده اسمه المرصفي. طبعا ده الكتاب ده يقراه عمرو جاويش، أنا لا شفت البارودي ولا أعرف البارودي، أنا بس قريت الكتاب ده، عجبني السيستم، عجبني النظام، عجبني المبدأ. ها زي كده، معلش لما أجي أقول أنا عامل كتاب، فطالب في أسيوط قرأ هذا الكتاب أصبح تلميذي من خلال قراءته لأفكاري في هذا الكتاب. إذن هذه النقطة الأولى. يأتي سؤال، شوف إزاي، قل مما يلي طرق تعلم من خلالها تلاميذ البارودي منه ما عدا. كل اللي جاي ده طرق اتعلم بيها تلاميذ البارودي من البارودي ما عدا: ألف المراسلة، ب المشافهة، جيم قراءة كتاب الوسيلة الأدبية الذي ألفه المرصفي، دال قراءة كتاب الوسيلة الأدبية الذي ألفه البارودي بنفسه. أي طالب مش مذاكر ومش فاهم هيختار دال؟ آسف، أي طالب مش فاهم هيختار جيم، هيختار جيم. ليه؟ لما أنا هقول له كتاب الوسيلة الأدبية اللي ألفه البارودي هيتخدع، لأن أنا بقول له تتلمذ تلاميذ البارودي على يد البارودي من طرق باستثناء طريقة واحدة، فمش هيجي في دماغه أبدا إن دال هي الغلط. تمام صح؟ يقول لك الله، مؤكد الراجل طالما تلامذته تعلمه منه يبقى قروا كتاب. هو فعلا هم قروا كتاب الوسيلة الأدبية، بس مين اللي ألف الكتاب ده؟ المرصفي. وليس البارودي. يبقى الإجابة الصحيحة دال. نقرأ السؤال مرة تانية. كل مما يلي طرق تعلم من خلالها تلاميذ البارودي منه ما عدا. هم تعلموا بالمراسلة، يبقى ما ينفعش اختارها. هم تعلموا بالمشافهة، ما ينفعش اختارها. هم تعلموا بقراءة كتاب الوسيلة الأدبية الذي ألفه المرصافي، لكن اللي أنا اختارها الوسيلة الوحيدة اللي ما تعلموش بيها هي قراءة كتاب الوسيلة الأدبية الذي ألفه البارودي، لأن البارودي لم يؤلف هذا الإيه؟ هذا الكتاب. إنما الذي ألفه شخص آخر جمع أشعار البارودي في ذلك الكتاب. جميل. ننتقل إلى صفحة 2. يبقى خدوا بالكم إحنا بنعمل إيه؟ إحنا مع كل معلومة بنقول أهو السؤال بتاعها ممكن يجي إزاي؟ صفحة 2. صفحة 2 فيها إيه؟ فيها الأسباب التي دفعت تلاميذ البارودي إلى التجديد. خلونا نمشي واحدة واحدة. مش احنا قلنا ان تلاميذ البارودي هيجددوا؟ جميل. طب عايزين نعرف ايه الاسباب بقى؟ ايه الاسباب اللي خلت التلاميذ البارودي يجددوا؟ اول سبب اهو اللي هو انفتاحهم على الثقافة الغربية. بدأ تلاميذ البارودي ينفتحوا على الثقافة الغربية، بل منهم كمان الناس اللي سافرت بره. فده يدي طبعا يدي انفراجه ويدي ملمح من ملامح التجديد، ده سبب. كمان النضال الوطني، خصوصا اللي تلامذة البارودي عاشوا في ظل فترة صعبة كان فيها الاحتلال جاسم على الصدور. إذن مهم جدا نقدر نقول ان النضال الوطني سبب من اسباب تجديد تلاميذ البارودي في الشعر.
الحاجة الثالثة الإيمان بفكرة الجامعة الإسلامية. هم أمنوا جدا بفكرة الجامعة الإسلامية اللي هي رمز وحدة المسلمين، جامعة إسلامية كده أي مشكلة تخص المسلمين في أي مكان يبقى الجامعة الإسلامية دي هي اللي تعبر عن مشاكل المسلمين ورمز لوحدتهم، ده برضه سبب للتجديد. رابع سبب موقفهم من أحداث عصرهم. تلامذة البارودي لو ما كانش عبروا عن أحداث عصرهم ما نقدرش نقول إن هنا جددوا، لأن هيفضلوا عايشين في ظلال الماضي. إنما مثلا حصلت حادثة دنشواي كلكم عارفينها، اللي هي طبعا ساعة الاحتلال الإنجليزي، وحصلت لأهلنا في المنوفية، عبروا عنها، عبروا عن الصحافة، عبروا عن كتير جدا من الأحداث. تعالوا بقى نشوف سؤال على الحتة دي اللي بين قصتكم. يبقى احنا كده خدنا كام سبب؟ أربع أسباب. فنقول قال شوقي إنما نحن والحمام سواء لم تغادر أطواقنا الأجياد. البيت الثاني لا تقيد من أمة بقتيل صادت الشمس حين صاد. البيتين دولت استشعر كده حمام وقتيل والشمس وضربة شمس. الله، البيتين دولت رايحين فين؟ حتة في حادثة مهمة، حادثة دنشواي، صح؟ كلام جميل. فيجي يقول لي تعكس الأبيات سببا من أسباب تجديد تلاميذ البارودي وهو ألف ب جيم دال، ومش هكتب لأن هما مكتوبين في صفحة 2 اللي كانت قصادهم دلوقتي. هل البيتين دولت بيعكسوا الانفتاح على الثقافة الغربية؟ هل البيتين دولت بيعكسوا تعميق النضال الوطني لوعي المثقفين؟ لا طبعا. هل بيعكسوا الإيمان بجامعة، الإيمان بفكرة الجامعة الإسلامية؟ هل بيعكسوا موقفهم من أحداث عصرهم؟ طبعا. هو ده الإجابة الصح. يبقى أنا فاهم بقى لو أنا حافظ أجاوب إزاي؟ مظبوط. مش عايز أحفظ. يبقى خدوا بالكم. والسؤال يعني أنت أهم حاجة يعني زي ما قلنا في مدرس على الهواء، إحنا بنحطك على الطريق الصح وبنديك السيستم الصح للامتحان. تمام. يبقى خد بالك اهو، قال شوقي انما نحن والحمام سواء لم تغادر اطواقنا الاجيادة لا تقيدوا من امة بقتيل صادت الشمس حين صاد. فيجي يقول لي تعكس الابيات سببا من اسباب تجديد تلاميذ البارودي وهو، وروح كاتب لي الاربعة انا اختار السبب اللي هو موقفهم من احداث عصرهم. ليه يا شباب؟ عشان البيتين دولت بيتكلموا عن حادثة دنشواي، وده موقف حصل في وقت حياة أحمد شوقي. تمام. تمام كده؟ نروح لصفحة رقم 3. جميل. حلو. خدنا سمات التجديد. خدنا أسباب الإيه؟ التجديد. عايزين طب نعرف بقى مظاهر التجديد إيه؟ وأنا معلش أضحك عليكم وأقول لكم تلاميذ البارودي جددوا. طب أيوه. حضرتك بقى قول لنا بقى حضرتك جددوا إزاي؟ عشان كده ده عنوان مهم ظاهر قصادنا على الشاشة، مظاهر التجديد عند تلاميذ الايه؟ البارود. اول حاجة عالجوا مشكلات مجتمعهم، ادي مظهر من مظاهر التجديد. اتنين عبروا عن روح عصرهم، ده مظهر من مظاهر التجديد. خطوا بالشعر خطوات عظيمة فقط ما قام به البارودي، يعني التلميذ تفوق على الأستاذ. فعملوا ايه بقى؟ ركزوا السطرين دول. اهتموا بالجانب الوجداني ولم يهتموا بالمحاكاة والايه؟ والتقليد. بل تفوقوا على البارودي في الاهتمام بالصياغة وروعة البيان وحلاوة الموسيقى. حلو. فيجي يقول لي ايه؟ كل، خد بال حضرتك، خدوا بالكم، كل مما يلي
كان في اهتمامات تلامذة البارودي ما عدا. كل اللي انا هكتبه ده جاي اهتم بيه تلاميذ البارودي ما عدا واحدة. انا هكتب السؤال، وخلي بالك يا مستر احمد حضرتك اللي هتختار نيابة عن الطلاب المشاهدين. ألف، الاهتمام بالصياغة. ب، الاهتمام بالجانب الوجداني. ج، الاهتمام بالمحاكاة والتقليد. د، الاهتمام بمصادر الموسيقى المتنوعة. كل مما يلي يقع ضمن اهتمامات تلاميذ البارودي ما عدا واحدة بس. هو اهتم بالصيغة، اوكي تمام، واهتم بالجانب الوجداني، اوكي تمام، واهتم بالمحاكاة والتقليد، اوكي. ثانية واحدة، الاهتمام بمصادر الموسيقى هي دي. انا ما انا ملخبط حلاوه الموسيقى، هي دي حلاوه الموسيقى. وانا هجيب لك الكلمات بالنص ماشي، لكن انا فاهم. اذا اهتموا كمان بحلاوه الايه؟ الموسيقى. انما الحاجه الوحيده اللي ما اهتموش بيها المحاكاه والتقليد. بص كده السطر بيقول ايه؟ ولم يهتموا. سوري، ولم يهتموا بالمحاكاه والتقليد. وبعدين انا مش هقول لهم تاني الطالب الفاهم يا شباب. انت الان على نظام متعه التعلم. جميل. انت الان على نظام متعه التعلم مع الاستاذ الدكتور طارق شوقي، حقيقه لا نجامل. لا نجامل، الراجل عامل طفره في هذا النظام. يعني اللغه العربيه اصبح مطالب انت الان انك تقعد تستمتع وتشوف المدرس بيقول ايه، لكن انت لا تحفظ بقى كتاب ولا لا، خلاص انا فاهم اشتغل. تمام، جميل، يبقى ده كلام جميل جدا. يبقى ده سؤال حلو. تعالوا لسه هنكمل في صفحه 4. لسه ما هو ما خلصتش السمات، انا بس حبيت احط سؤال على اللقطه دي. تمام، تعالوا نكمل مع بعض في صفحه 4 قدامكم. انا شوف بسيبها قدامكم عشان تقروا وتفهموا، وانا بعد كده اعقب عليها. جميل، نفهم كل جمله. على فكره ده كتاب انا جايب من الكتاب، كله من كتاب المدرسه. تمام، جميل، كله من كتاب المدرسه، نستمتع مع بعض. نفس الطالب يفهم عشان يقدر يعدي المرحله دي. الاهتمام بالجماهير وأملها وألمها، ده برضو سمة. على فكرة أنا شايف الاهتمام بالجماهير تخش مع التعبير عن روح العصر، تخش مع علاج المشكلات. يعني ما هو الكتاب لازم يكتب يعني هو كله يخش واحد. تمام، أفسحوا المجال لمزيد من التجارب الذاتية. يعني هنا بدأوا شوية يعالجوا حتة البارودي، إن اتباع بدأوا شوية يعبروا عن ذواتهم. اهتموا بثقافة العصر والأخذ منين؟ من التراث. وده اللي انا قلته لما جيت عملت المدخل اللي احنا قلناه، هل تلاميذ البارودي مشوا جديد على طول؟ لا، مشوا على القديم على طول؟ لا، انما هم وزنوا الامور حبه من التراث، عشان كده كلاسيكيين مع الاتجاه للتجديد برضه، عشان كده الكلاسيكيه الجديده. مال اسلوبهم الى السهوله بسبب ارتباطهم بالصحافة. يعني لما اجي اقول لحضرتك اكتب لي مقال عشان انزله في الصحافه، هل هتكتبه باسلوب حضرتك الصعب ولا هتراعي ان في عم احمد البقال وكذا بيقرا يتناسب مع كل المستويات؟ يبقى ارتباطي احيانا بالصحافه يخلي اسلوبي مش هقول ينزل طبعا، انما يتسم بالايه؟ بالسلاسه. يبقى سهل. جميل. صح كده؟ تمام، تعالوا نشوف السؤال الجميل ده. اسلوب تلامذة البارودي أصبح سهلا. مش هكتب في نفس الجمل، أنا مش هقول مال إلى السهولة. جميل، أصبح سهلا والسبب في ذلك. ألف، ب، جيم، دال. ارتباطهم بالتراث. ب، ارتباطهم بثقافة العصر. جيم، ارتباطهم بالتعبير عن آلام الجماهير.
دال عمل الكثير منهم في الصحف القومية. أسلوب تلامذة البارودي أصبح سهلا والسبب في ذلك ارتباطهم بالتراث. أوكي. يعني السبب في سهولة أسلوب تلاميذ البارودي. إحنا عايزين اختيار واحد؟ واحد أه. اختيار واحد. أه اختيار واحد بقى خلاص، ما أنا ما قلتش ما عدا. خلي بالك من السؤال بغير. هنا والسبب في ذلك كذا. ما عمل الكثير منهم في الصحف القومية. بس. صح ولا غلط؟ مصطلح ما تجاوبني سريعا، صح ولا غلط؟ تعقد أسلوب تلامذة البارودي بسبب ارتباطهم بالصحافة. تلامذة البارودي؟ آه. خطأ طبعا. خطأ طبعا. لأن بالعكس مال إلى السهولة. طب أقدر أستنتج من كده إن ظهر أسلوب تلامذة البارودي معقدا في بعض الأوقات بسبب استلهامهم من التراث، صح ولا غلط؟ صح. طبعا. لأنهم اعتمدوا على التراث بس. لما هاخد من التراث مؤكد الأسلوب بتاعي يبقى إيه؟ صعب على على المستمع او على الايه او على القارئ. مظبوط. يبقى كلام جميل جدا بالراحه اهو. اسلوب تلامذه البارودي اصبح سهلا والسبب في ذلك عمل الكثير منهم في الصحف القوميه. اعكس السؤال واقول لك بس عشان بقى نفهم بقى اهو ونكتب مع بعض، نقول كده ارتباط تلامذه البارودي بالصحف ترتب عليه الانشغال بقضايا المجتمع ب سهولة أسلوبهم، جيم تعقد أسلوبهم، دال فصاحة أسلوبهم. سهولة أسلوبهم. بس. تمام. بس كده. خلي بالك الكلام هنا ربما يبدو عشان احنا مركزين في حتة واحدة، لكن لما الطالب يمتحن هيبقى قدامه ست مدارس إيه ها؟ شعرية. جميل. فالطالب مش هيحفظ. وفي نفس الوقت أنا مش عايزك بقى تفضل تطلع على الكتاب، مش هتلاقي وقت. ما أنت لو في كل مسألة هتفضل تدور في الكتاب، فأنا عايزك أنت فاهم اللي احنا بنقوله. مظبوط. صح كده؟ ننتقل الى صفحه ايه؟ خمسه. وبعد بص احنا مشينا ازاي؟ اول حاجه قلنا كيف تعلم تلاميذ البارودي من البارودي. بعدين قلنا طب ايه الاسباب اللي خلتهم يجددوا؟ تمام. بعدين قلنا ايه سمات ومظاهر التجديد؟ وعند كل حته كنا بنطرح سؤال على النظام الجديد. تمام. هنا هناخد تلميذين. شوف احنا ماشيين ازاي؟ لازم اديك مثال حي على تلامذة البارودي، ولان احنا مش هنقدر في كتاب المدرسة او في المنهج نديك كل التلامذة، هنكتفي بالمنهج والمقرر تلميذين، واحد احمد شوقي. طالب يقول لي تلميذ ده امير الشعراء، ايوه هو كان تلميذ البارودي، ايه المشكلة؟ ايه هو تفوق على استاذه لكن كان تلميذ، تعلم منه كيف يقول شعرا. وبعدين ناخد احمد محرم، تعالوا بقى ناخد شوقي. طب هناخد شوقي ازاي؟ هناخد نقطتين. ايه الظروف اللي خلت شوقي، ودي مكتوبة في صفحة خمسة، شوقي يا اولاد سافر الى فرنسا. سافر الى فرنسا عاصمة السحر والجمال، او اللي فيها باريس عاصمة السحر والجمال. فلما يسافر شوقي الى فرنسا يجمع الى ثقافته العربية الثقافة الاوروبية، ده سبب يخلينا جدد. تمام. رقم اتنين درس الحقوق، وده سبب يخلينا جدد. اطلاعه على الاداب الفرنسيه ومشاهده المسارح الاوروبيه، ودي اسباب تخلينا جدد. كل دي ظروف عشتها عشان كده انا مدرس عربي وعندي تلميذ. هذا التلميذ ده التحق بكليه لغه عربيه، ولكن هذا التلميذ جاءت له بعثه ثم قام بتحضير ماجستير ودكتوراه، لا شك سيتفوق علي، ولكن لابد ان نحسب الفضل للاستاذ حتى وان تفوق التلميذ على استاذه، لولا انا ما كنتش انت. حلو كده. كمان مجالسه شعراء الغرب، ده قعد كده معاهم وجها لوجه، قعد مع اشهر الشعراء في فرنسا، وكمان ثقافته التركيه، وكمان تاثره بالجمهور والحركه الوطنيه خصوصا بعد ما رجع من المنفى. كل دي ظروف انا مش محتاج احفظها، انا بس محتاج ابقى فاهم الظروف، لان ممكن اجيب لك اختيارات من متعدد اقول لك كل مما يلي ظروف ما عدا، فانت خلاص تبقى فاهم الظروف وتختار غيرها. تبقى فاهم الظروف وتختار غيرها. اتفقنا كده؟ تمام. حلو. هنيجي لصفحه ايه؟ ستة، ودي فيها الشغل بقى. تمام.
اللي هو تجديد شوقي بقى. اه يعني دايما عمل ايه شوقي؟ طالعين بشوقي السماء بتقولوا على شوقي انه امير الشعراء. اه يعني عمل ايه شوقي بقى؟ تعالوا اوريكم عملي. اول حاجه شوقي ترك المديح واتجه للتاريخ. ألف، بص أنا هعملها إزاي وبعد كده هسأل. ألف، ها، عدل، هي مكتوبة طبعا قصادكم بس أنا هكتبها هنا عشان هعمل أسئلة دلوقتي. يبقى عدل عن المديح، ساب المديح واتجه للتاريخ. للتاريخ ب، اتجه اتجاه اسلامي، اتجه اتجاه اسلامي الحديث عن المنجزات العصريه زي الطياره وغيره. دال، ريادته للمسرح الشعري. شوقي ألف سبع مسرحيات. شفت المسرحية اللي بتتفرج عليها في التلفزيون؟ شوقي ألف سبعة، الحوار فيهم، الديالوج فيهم شعر، مش كلام عادي. يعني أنا أقول بيت كممثل على خشبة المسرح وحضرتك ترد عليا ببيت، ويجي الشخصية التانية يرد عليا ببيت. أول من ألف في العرب، ومش عايزين نقول عليه امير الشعراء، لا 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 لا، سبع مسرحيات شعريه كان اولهم علي بيك الكبير، ودي الفها في فرنسا. ناخد بالنا من الحاجات دي الصغيره دي. والف بقى مسرحيات زي قنبيز، زي ست هدى، زي اميره الاندلس، زي مسرح كليوباترا. حلو كده؟ تمام. تعالى بقى، انا مش هسالك في النظام الجديد وهقول لك ما مظاهر التجديد عند شوقي واكتب لك كده ويكتفى بذكر سنين. لا مش حافظ، انما تعالى هنلعب مع بعض لعبه الاختيارات. واول سؤال، خلاص الاختيارات الاربعه موجوده اهو، مش همسح عشان كده كتبتها. سين واحد، سين واحد، بص البيت الشعري ده، او قبل بيت الشعر، قصيده كبار الحوادث في وادي النيل. دي قصيده الفها مين؟ ها، احمد شوقي. تمثل مظهرا من مظاهر التجديد لديه، وهو توقع يا مستر احمد. قصيده كبار الحوادث، كبار الحوادث في وادي النيل، تمثل مظهرا من مظاهر التجديد عند شوقي، وهيجيب لك الاربع اجابات دولت. اللي هو التاريخ. الله عليك. الله عليك. يبقى اهو الاتجاه للايه؟ للتاريخ. للتاريخ. الاتجاه للتاريخ. ناخد سؤال كمان. اوكي. ولد الهدى فالكائنات ضياء وفم الزمان تبسم وسناء. يمثل البيت مظهرا من مظاهر التجديد لدى شوقي، وهو ألف ولا به ولا جيم ولا دال؟ الشعر الإسلامي طبعا. ايه الجمال ده؟ يبقى ولد الهدى وكلام عن الرسول، يبقى هنا اتجه اتجاه ايه؟ إسلام. سؤال كمان، أعقاب، عقاب اللي هو الطائر، العقاب اللي هو شبه النسر كده والصقر والحاجات دي، أعقاب في عنان الجو لاح. ايه ده؟ ايه ده؟ عقاب؟ عقاب ظاهر في السماء؟ أم سحاب فر من هوج الرياح، ولا سحاب فر من الرياح الشديدة؟ ها، مظهر من مظاهر التجديد عند شوقي هذا البيت. تختار ايه؟ يعني ايه
منجزات عصرية؟ لأنه هو بيوصف الطيارة. تمام. طب سؤال 4، علي بك الكبير عمل فني، مش هقول لك مسرحية شعرية، مش هسهلها لك، أقول لك عمل فني أبدعه شوقي ويمثل مظهرا من مظاهر التجديد لديه. تختار ايه؟ علي بك الكبير. علي بك الكبير احد، يبقى ريادته للمسرح الشعري. تعالوا نروح للصفحه قبل الاخيره. التلميذ الثاني، هو في حته صغيره احمد محرم عشان نفهم للطلبه، هو احمد محرم قال ايه؟ لا مستر احمد، القصص التاريخي الاسلامي اللي هو ايه؟ سيرة الرسول والصحابة والغزوات. فالراجل ده عمل ديوان. تمام. عمل ديوان سماه ايه؟ ديوان مجد الاسلام. البعض بيسميه الإلياذة والايه؟ الإلياذة والأوديسة. ليه الإلياذة والأوديسة؟ لأن الإلياذة دي بتحكي حرب بين اليونان وطروادة. والأوديسة بتحكي عودة اليونان مرة تانية، أو أهل اليونان مرة تانية لبلادهم. فلاني تشابه العمل ان ده قصص تاريخي حماسي وده قصص تاريخي حماسي، فالبعض قال ان احمد محرم، طبعا هو الديوان اسمه مجد الاسلام، اوعى تتلخبط لو جبت لك اختيارات. طوع احمد محرم شعره فكتب الف ديوان مجد الاسلام، ب قصيده مجد الاسلام. تختار ايه يا مستر احمد؟ ديوان مجد الاسلام ولا قصيده مجد الاسلام؟ ايه الفرق بين الديوان والقصيده عشان نقول للطلبه؟ الديوان اكتر من قصيده، مش قصيدة واحدة، مجموعة قصائد. ولا كتب الإلياذة والأوديسة، ولا كتب الإلياذة الإسلامية؟ هو كتب ديوان مجد الإيه؟ الإسلام، لكن البعض بعد كده سماها الإلياذة والإيه؟ والأوديسة. البعض أو الإلياذة الإسلامية عشان يبقى أكثر دقا، بعض الناس أطلقوا عليها الإلياذة الإسلامية، لكن شوقي أو أحمد محرم آسف سماها ديوان إيه؟ ديوان مجد الإسلام. ده احمد ايه؟ محرم. سؤال اخير او قبل الاخير، احمد محرم طوع شعره للقصص الاجتماعي، ب للقصص الانساني، ج للقصص التاريخي، د للقصص الفلسفي. نختار ايه؟ اكتب ورايا. طوع احمد محرم شعره لكتابه القصص التاريخي، الانساني، الاجتماعي، الفلسفي. التاريخي. برافو. التاريخي. اخر صفحه وكده هنختم عشان الوقت، انا عارف بحاول اسرع عشان اخلص المدرسه. صح ولا غلط؟ ما لازم اديك سؤال صح ولا غلط. صفحه على صفحه رقم 8، تخلى تلاميذ البارودي عن القديم بالكليه، صح ولا غلط؟ هل تخلى تلاميذ البارودي عن القديم؟ صح ولا غلط؟ تخلى تلاميذ البارودي عن القديم بالكليه؟ لا طبعا غلط. في بقى بيتين شعر هنا عايز الطلبة يكتبوا. تعمدت قتلي في الهوى وتعمدا، فما أثمت عيني ولا لحظه اعتدى، عشان لو جه اختيارات يكتبوا غزل. يكتبوا ايه؟ غزل. آخر حاجة، أنادي الرسم لو ملك الجواب، وأفديه بدمعي لو أثاب، يكتبوا جنبها وصف ايه؟ أطلع. تمام كده؟ تفضل يا أستاذ عمرو. نص دقيقة لو عندك أي رسالة سريعة للطلبة بتاعتك. أقول لهم ربنا معاكم وذاكروا صح، بس ذاكروا صح. بالتوفيق يا مستر عمرو، ونتمنى نشوفك في حلقات قادمه ان شاء الله. تسلم بصراحه، انا سعيد بحضرتك. كل طلابنا الاعزاء بالتوفيق دائما. شكرا.